احب جدا واحترم جدا لغه الارقام. الرياضه اللي انت بتبص لها على انها ممكن تكون مجرد ترفيه النهارده يمكن تكون الصناعه والتجاره الاهم في العالم بعد الدواء والسلاح، انجاز التعبير يعني. انا بتكلم على التجاره الشرعيه يعني. فبالتالي انت بتتكلم على بيزنس، النهارده بنتكلم على استثمارات بالمليارات، والدليل على كده توجه دول للاستثمار سواء خارجيا او محليا. يعني في دول النهارده بتستثمر اموالها والفلوس بتاعت الصناديق السياديه فيها في الاستثمار الرياضي. في دول بتحرك لشراء اهم واكبر انديه في العالم، او على الاقل انها تنال جزء او حصه كنصيب في استثمار في الانديه دي، والمردود بتاعها الحقيقه زي ما بتشوفوا من الارقام هنا احنا بنتكلم على مليارات الدولارات، او حتى على مستوى الاستثمار الداخلي. وتعالوا نشوف تجربه مثلا زي الدوري السعودي، ومن قبلها الدوري الصيني، والنهارده الدوري الامريكي. صناعه وتسويق وحقوق رعايه وبث ونقل تلفزيوني، وجماهير بالملايين بتتابع، حريصه على متابعه. فالقصه يعني غير. يمكن الاهلي الحقيقه خد يعني خطوات عملاقه في التراك ده، لكن لسه اجمالا منظومه الرياضه في مصر محتاجه اعاده هيكله بصراحه، محتاجه انه يكون في فكر جديد، محتاجه انه يكون في رؤيه على مدار 10 او 15 سنه تغير من الايقاع اللي احنا عايشينه بقالنا 30 سنه تقريبا ما فيهوش اي شيء جديد. على كل الاحوال عندنا اخبار كتير على الاهلي وعن التمرين اللي يمكن هتبدا كمان دقائق. اطمنكم على الاهلي اللي غاب عنا بقاله كتير الحقيقه من نهائي دوري الابطال من مواجهه الترجي. تعالوا نشوف معانا ايه في الاهلي نيوز روم النهارده.